الصور أمامنا على الشاشة مشاهدينا، على يمين الشاشة رام الله، وتظاهرات خرجت لدعم المدنيين في غزة. هذه التظاهرات حدث على إثرها اشتباكات واحتجاجات. أيضا على يسار الشاشة نرصد لكم منطقة من مناطق القدس، حيث نرى أفراد من القوات الإسرائيلية وهم يقومون بعمليات اعتقال ورصد وأيضا انتشار كثيف للقوات في المناطق حول القدس بعد صلاة الجمعة، التي أيضا أدت إلى اشتباكات بين المصلين الذين يحاولون الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، وبين أفراد القوات الإسرائيلية الذين يمنعونهم من دخول هذه المناطق المقدسة لأداء الصلاة.